المجلس القومي للأجور، أنا مبسوط جدا بالحكاية دي، يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فين؟ في القطاع الخاص من 2700 ل 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل. احنا معانا على التليفون الدكتور حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للأجور. أهلا بك يا دكتور حنان. أهلا بك أستاذ يوسف وبالسادة المشاهدين. دكتور حنان، احنا كده 1 يوليو، لا 31 يوليو ولا 1 يوليو؟ لا، ما هو الراتب او الاجر الشهري بتاع يوليو بيصرف اخر يوليو، صح؟ فهو ده كده يعني الحد الادنى للاجور الجديد 3000 جنيه هيبدا من 1 يوليو ويصرف اخر شهر يوليو ان شاء الله. طب ما هو ده مش من موازنه الدوله، ما ينفعش كده نزق في القطاع الخاص ان يصرفوه من 1 يوليو. والله يعني القطاع الخاص مش متاخر، لازم برضه ان احنا يعني نديله حقه ونشيد باللي هو بيعمله، يعني هم مش متاخر، بس يعني برضه ده جرى العرف على كده يعني باذن الله. علاء، طب انا عايز اعرف، يعني دايما انا بسال الفلسفه وراء ذلك ايه، وان كانت هي بالنسبه لي واضحه يعني، بس محتاج ان احنا نسمع الناس ليه المجلس القومي للاجور اتخذ هذا القرار واوصى بانه ضروره فاعليته على اجور يوليو المقبل باذن الله. طيب يعني احنا مع بدايه السنه الحاليه كان تم رفع الحد الادنى للاجور الى 2700 جنيه بعد ان كان 2400 جنيه السنه السابقه. صح. وتم الاتفاق في الاجتماع السابق اللي كان في ديسمبر 2022 هيتم إعادة النظر مرة أخرى في الحد الأدنى للأجور تقريبا نص سنة. ليه؟ زي ما حضرتك بتقول الإجابة تكاد تكون معروفة للجميع، بس عشان نأكد عليها كلنا بجميع أطيافنا بجميع القائمين على عملية الأجور في مصر، سواء كان القطاع الخاص سواء كان العمال أو الحكومة، عارفين الوضع الفيري كريتيكال اللي بيمر بيه جميع الأطراف. صحيح. سواء كان القطاع الخاص او كانت العماله. صحيح. وزي ما دايما احنا بنقول الحكومه والمجلس القومي للاجور ومعي وزيره التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للاجور، دايما بنحاول نعمل عمليه التوازن، نحقق التوازن بين مصلحه العمال وبين الحفاظ على مستوى لائق لهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على المنشاه نفسها، عشان لو حصل اغلاق هيحصل تفريش من العماله، فهي المنفعه مشتركه، الجوست يعني بوث واي. فعشان كده احنا يعني كنا عارفين ان احنا لما زودنا من 2400 ل 2700 نقدر نقول ده ما كانش كافي بالشكل اللي كان نطمح ليه جميعا، ولكن نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلد القطاع الخاص كمان تحت ضغط كبير. ايوه. فاخذنا العمليه تدريجيه، اتفقنا هنزودها 2700 ونرجع تاني نعيد النظر فيه مع منتصف العام نزل. وده اللي تم بالفعل، وزودناه ل 3000 جنيه. وايضا في الاجتماع السابق اللي هو بتاع يوم 20 يونيو 2023 تم الاتفاق على ان هيتم مره اخرى الاجتماع للمجلس في نوفمبر 2023 لاعاده النظر مره اخرى في الحد الادنى للاجور. يا رب يا بحيث ان الموضوع حاجة. يبقى تدريجي، ما تبقاش الضغط كبير مره واحده بشكل كبير على المنشاه نفسها. صحيح. وكمان العامل يكون مستفيد. صحيح 100%. طب دكتور حنان حاجه كمان، هل يملك القطاع الخاص انه ما يفعلش ال 3000 دي؟ لا، هو مش من المفترض انه يملك ذلك، لانه هو قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 هو بينص على ان تحديد الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص هو دور ومهمه اصيله للمجلس القومي للاجور. كويس. وبالتالي وبالتالي هو من المفترض ان هو بيكون الزامي لجميع المنشات اللي بتعمل في الحد في القطاع الخاص المصري. وطبعا احنا كنا مع بداية التطبيق في 2022 كنا سمحنا بأن المنشآت المتعثرة تقدر أنها تتقدم بطلب استثناء، الكلام ده كان لمرة واحدة في 2022 وتوقف العمل بموضوع الاستثناءات ده بعد كده، السنة دي مفيش أي سماح لأي منشأة بأن هي تتقدم باستثناء، وبالتالي مفروض أن كل المنشآت تلتزم بهذا القرار. طيب ده كويس جدا برضو. طب يجي برضو سؤالي الأخير وأنا مش عايز أطول على حضرتك، أنه المستفيدين من هذا القرار هم العاملين المؤمن عليهم. طبعا، لان يعني هو بيحسب وفقا للقانون ووفقا لتعريف الاجر ووفقا للاجر اللي بيتحدد في عقد العمل او اللي هو بيبقى مقترن بيه كمان وجود التامين يعني او الحمايه الاجتماعيه. بس حضرتك عارفه يعني في شركات كتير بتهرب
فبيهرب ازاي بقى؟ ما عنده مخرج، فيروح يتعاقد مع شركة أخرى، وتحديدا بيبقى عمال النظافة، عمال مش عارف كلام من ده، فيتعاقد مع شركة أخرى بتجيب العمال والموظفين، تتعاقد معهم بعقود مؤقتة فيصبح غير مؤمن عليه، وتبقى الشركة الأخرى دي هي اللي متعاقدة على توريد العمالة، وبالتالي بس طالما في عقد، بدون قطع كلام حضرتك، طالما في عقد، العقد ده بيحدد الأجر اللي بيحصل عليه، وبالتالي ما يقدرش يحط في العقد أقل من الأجر. خلي بال حضرتك، الأجر مش مؤمن، اللي هو 3000 جنيه ده، ما هو يقول له أصل أنت مؤقت، العمالة اللي بتعمل بشكل دائم صح في المنشأة. أيوه، وبالتالي ودي الأسئلة اللي كثير يمكن بتوجه لنا من القطاع الخاص في كثير من الأحيان، إن في بعض العمالة اللي بنسميها العمالة المؤقتة، العمالة اللي بتشتغل زي ما بنقول بارت تايم، مش عمالة دائمة. أيوه، فبمنتهى البساطة هي عملية حسابية، ال 3000 جنيه بتتحسب على عدد ساعات العمل. حضرتك بتشوف العمالة المؤقتة اللي بتعمل كام ساعة، ودي هو ده الحد الأدنى بتاعها. ما انا خوفي من الفلفصه، يعني ممكن نلاقيه بيشتغل 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات، ويجي يقول لك بس ده اصل عماله مؤقته وبالتالي مش مؤمن عليه، فانا اعرف اهرب. لا لا، اقدر الزمه، العماله المؤقته ما لهاش علاقه بالمؤمن عليها ولا لا، يعني التامين او ان هو يكون عنده تامين اجتماعي، دي ممكن تبقى عماله مؤقته وعندها تامين اجتماعي على فكره. ما هم بيعملوا لهمش. العماله المؤقته تعريفها بيختلف عن العماله الدائمه من حيث وجود عقد دائم او عقد صح مؤقت. صح، لكن صح، في الحالتين ممكن تبقى مؤمن عليها، ما لهاش علاقه خالص. انا معاكي، انا فاهم. الحقيقه هو الفيصل الاكبر في قصه الحد الادنى للاجور مش التامين الاجتماعي قد ما هو العقد. اوكي، يعني مش التامين قد ما هو العقد، فطول ما انا عندي عقد العقد هو اللي بيحدد اجر حضرتك كام، ايا كان قوي بقى دوريه عمل حضرتك. حلو قوي. وبالتالي لو احنا افترضنا ان انا عندي عقد عمل مؤقت وبشتغل في اليوم الثمان ساعات، وبالتالي بشتغل في الاسبوع الخمس ايام، يعني بحقق الاربعين ساعة عمل اسبوعيا، انا استحق الثلاث تلاف دول. بالضبط كده، بالضبط. الله اكبر، هو ده، هو ده. اشكرك يا دكتور حنان، والله ريحتيني شويتين ثلاثة كده. شكرا ليك يا دكتور حنان نظير، منسق عام المجلس القومي للاجور. طيب